بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنعالج موضوعا مقترح كاختبار للفصل الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط، ولنبدأ مع وضعيته الأولى التي يقول فيها ما يلي: املأ الجدول التالي بما يناسب، بالاعتماد على الصورتين الموجودتين في الوثيقة 1. إذن ها هما الصورتان الموجودتان في الوثيقة 1، الصورة 1 والصورة 2 كما هو بشكل واضح. إذن نسمي اسم الجهاز، نذكر اسم الجهاز الموجود في الوثيقة، الجهاز الأول والجهاز الثاني، ونذكر الرمز النظامي له، ثم طريقة توصيل كل جهاز في الدارة الكهربائية، ونحدد المقدار الفيزيائي الكهربائي الذي يقيسه كل جهاز، ورمز المقدار المقاس، ووحدة القياس. إذن فالجهاز رقم 1 الذي على اليمين باللون الأحمر هو الأمبيرمتر، في حين أن الجهاز الأسود الذي على اليسار رقم 2 هو الفولت متر. الرمز النظامي للأمبيرمتر هو A داخل دائرة كما تعلمنا، والفولت متر هو V كذلك داخل دائرة أو داخل قرص. طريقة توصيل الأمبيرمتر يوصله في الدارة على التسلسل مع العنصر الذي نريد أن نقيس شدة التيار المار فيه، في حين أن الفولت متر يربط على التفرع بين طرفي الجهاز الذي نريد أن نقيس التوتر بين طرفيه. المقدار الذي يقيسه الأمبير متر هو شدة التيار الكهربائي، في حين أن المقدار الذي يقيسه الفولت متر هو التوتر الكهربائي. رمز شدة التيار هو E ورمز التوتر هو U. وحدة قياس شدة التيار هي الأمبير، ووحدة قياس التوتر هي الفولت. نمر إلى الوضعية الموالية، يقول: مصباحان كهربائيان كتب على أحدهما 12V 45W وعلى الآخر 12V 100W. يقول في المطلب الأول: عين الدلالة المشتركة بين المصباحين وبين مدلولها أو معناها. ثانيا: ماذا تعني الدلالة الأخرى لكل مصباح؟ الفقرة الموالية: يستعمل هذان المصباحان في شبكة الإنارة لسيارة تحتوي على بطارية دلالتها 12 فولت بحيث يشتغلان مع بعض. أيهما يكون للإضاءة الأمامية وأيهما يكون للإضاءة الخلفية؟ علل إجابتك، ثم ارسم مخطط الدارة الكهربائية التي تحتوي على هذين المصباحين. إذن فالدلالة المشتركة بين المصباحين هي 12 فولت. ماذا تعني هذه الدلالة؟ تدل على التوتر الكهربائي الذي يشتغل به المصباح. أما الدلالة الثانية لكل مصباح فإنها تعني استطاعته أو سرعة تحويله للطاقة الكهربائية. إذن فالأول دلالته هي 45 واط، والثاني دلالته هي 100 واط. أي المصباحين استطاعته أي ناس يستعمل؟ ماذا تعني دلالة كل مصباح؟ يستعمل هذا المصباحان قلنا للإنارة للإضاءة الأمامية، أيهما يكون للإضاءة الخلفية. إذن المصباح الذي استطاعته أكبر أي الذي استطاعته 100 واط هو الذي يستعمل للإضاءة الأمامية. علل إجابتك، لأن شدة الإضاءة للمصباح تتعلق بشدة التيار الذي يجتازه، وهذه الشدة بدورها تتعلق باستطاعة المصباح. وفي الإنارة في إنارة السيارة نحتاج إلى إضاءة أمامية أقوى من الإضاءة الخلفية ولنتمكن من رؤية أكبر مسافة ممكنة. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثالث وتعليله. أرسم مخطط الدارة الكهربائية التي تحتوي هذين المصباحين. إذن مخطط الدارة الكهربائية التي تحتوي على المصباحين بحيث يشتغلان معا، إذا نرسم المصباحين مع البطارية على التفرع كما هو مبين، في حين أن رمزنا إلى L1 هنا مثلا هو الذي استطاعته 100 واط،
وآل 2 مثلا هو الذي استطاعته 45 واط، أو لا يهم أيهما الأول وأيهما الثاني، يعني هنا الصورة نسبية حسب الشخص، قد يكون هذا في الأمام وهذا في الخلف، فيكون هذا استطاعته 100 واط. المهم الآن القاطعة لاحظ توجد في الجزء المشترك لتتحكم في الاثنين معا. قد يضيف هنا سؤال يقول لنا حدد اتجاه التيار في دارة كل مصباح أو في الدارة الرئيسية. هنا يخرج التيار من الجهة الموجبة للدارة كما نلاحظ، ثم يتفرع إلى فرعي الدارة، يمر إلى المصباحين L1 وL2، ثم يعود إلى المولد أو إلى البطارية كما هو مبين في الدارة. نمر إلى الوضعية الموالية، يقول يتم توصيل الجهاز الممثل في الوثيقة 2 بمأخذ للتيار الكهربائي، يشغل إلى أن تنتظم حركة محركه وتثبت درجة حرارته عند قيمة قصوى. السؤال الأول، ما اسم الجهاز الممثل في الوثيقة 2 وما وظيفته؟ ثانيا، يحول هذا الجهاز الطاقة التي يستقبلها إلى 3 أنماط، فما هي؟ ثالثا، مثل السلسلة الطاقوية عند تشغيل هذا الجهاز، ثم أعطي الحصيلة الطاقوية لهذا الجهاز بين لحظة بدء تشغيله ولحظة انتظام حركته وثبات درجة حرارته عند أعلى درجة. خامسا، ما قيمة الطاقة التي يحولها خلال 3 أشهر بالكيلوات ساعي إذا كان يشغل بمدة ساعة واحدة في اليوم؟ أخيرا، ما هي كلفة الطاقة التي يحولها خلال هذه المدة إذا كان سعر الوحدة وحدة الطاقة هو 5 دينار؟ إذا فاسم الجهاز الممثل في الوثيقة 2 هو مجفف الشعر. ما هي وظيفته؟ فوظيفته وظيفة مجفف الشعر تتمثل في تجفيف وتصفيف الشعر، بحيث ما هو المبدأ الذي يعتمد عليه؟ يعتمد على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية وطاقة حرارية. إذا السؤال الموالي يقول مجفف الشعر يستقبل الطاقة الكهربائية WE ويحول هذه الطاقة إلى 3 أنماط. إذا مجفف الشعر يحول الطاقة الكهربائية إلى النمط الأول، يحولها إلى طاقة حركية AC وذلك في المحرك، ويحولها إلى طاقة حرارية AE وذلك في السخان أو في المقاومة الكهربائية، ويحولها كذلك إلى طاقة إشعاعية دائما في المقاومة أو في السخان. بعد ذلك مثل السلسلة الطاقوية عند تشغيل الجهاز. إذا فالسلسلة الطاقوية لتشغيل الجهاز تتمثل فيما يلي: لدينا المأخذ والمحرك الذي هو جزء من المجفف، وكذلك السخان هو جزء ثاني من المجفف. إذا هذان العنصران عملناهما بالتوازي، يعني جنبا إلى جنب، للدلالة على أنهما موجودين في جهاز واحد وهو مجفف شعر. ثم أخيرا الهواء. إذا نوصل من المأخذ إلى المحرك ومن المأخذ إلى السخان. إذا هنا لدينا، قال هو مثل السلسلة الطاقوية، يعني لم يطلب منا السلسلة الوظيفية. إذا لدينا تحويل كهربائي من المأخذ إلى المحرك، وتحويل كهربائي كذلك من المأخذ إلى السخان أو المقاومة، ثم من المحرك إلى أو من السخان إلى الهواء هو تحويل حراري، ومن المحرك إلى الهواء أيضا هو تحويل ميكانيكي. الآن المأخذ يخزن طاقة داخلية، والمحرك طاقة داخلية، والسخان طاقة، المحرك طاقة حركية، والسخان طاقة داخلية، في حين أن الهواء له أو يخزن طاقة حركية وطاقة داخلية، يعني المحرك يدفع الهواء لينشئ تيارات هوائية، وهذه التيارات الهوائية تكون ساخنة. هذا بالنسبة لمخطط السلسلة الطاقوية. بعد ذلك